بمناسبة يوم التسامح بين القوميات والأديان، يمارس أبناء أغلب المكونات العراقية طقوسهم الدينية في إقليم كردستان بحرية تامة دون التدخل في شؤونهم أو منعهم من قبل القوميات أو الأديان أو المذاهب الأخرى. لكن للأسف هذه المكونات لم تجد هكذا تعامل في المحافظات العراقية الأخرى. طبعا هناك فرق شاسع وفجوة واسعة وواضحة بين الإقليم والحكومة المركزية في بغداد. في الإقليم نوعية التعايش السلمي والتسامح بين الأديان والقوميات والمكونات واضحة جدا. بمناسبة يوم التسامح في كافة العالم وخاصة في كردستان وفي العراق، نتمنى بأن كل الشعب العراقي يعيشون بسلام وبالحرية وما يبقى أي مشاكل بيناتهم، خاصة بين الأحزاب والسياسيين. إذا نريد أن نصالح أن يكون التسامح في العراق، يجب أن يكون أول مرة تسامح بين الأديان. الحمد لله الديانة المسيحية طبعا مفتوحة لكل الناس، لأن الله هو الذي ينطي لكل الناس هالعقل حتى يكون يشوفون يميزون أين الصالح وأين الطالح، أين الإلهي وأين الشيطاني. فموجود هذا العقل الذي أعطانا إله، لازم يكون نستعمله، مو بس شل تعلمنا من صغرنا ونمشي عليه. خلي نفكر عقل، العقل هو الذي يخلينا أن نقترب من الله، لأن الله خالق ومحب للبشر. القيم الاجتماعية والأخلاقية في إقليم كردستان تعتبر الأساس في التعامل والحفاظ على خصوصيات القوميات والأديان والمذاهب في الإقليم. القيم الاجتماعية في كردستان والعلاقات بين الأديان في كردستان له جذور تاريخي، وجذور تاريخية للعلاقات بين الأديان في كردستان هو علاقة سلمية. طوال تاريخ الكرد ودخوله في الإسلام لم يكن التشدد الديني خصوصية من خصوصيات الشعب الكردي، لذلك نحاول هنا كدوائر الحكومة أن نشجع المنظمات المدنية اللي يحاولون التقارب بين الأديان، الإسلام والمسيحية والكاكاية واليزيدية والزردشتية، لأن كل الأديان موجودة في كردستان. صحيح أن الدين الإسلامي هو الأغلبية ساحقة في كردستان، لكن الديانات الأخرى لهم وجود حقيقي ووجود واقعي. ويبقى التعايش السلمي بين المكونات العراقية في كل بقاع العراق العنوان الأبرز للمحبة ورسالة للعالم بأن العراق رغم تنوعه الثقافي والمذهبي يبقى عراق موحد. على المواطن العراقي أن يفتخر بأن له تاريخ وحضارات قديمة في المنطقة. عدنان جافة، ضياء التغيير، السليمانية.